السلام عليكم ورحمة الله إخواني، صباح الخير. أود أن أجعل جعلت لكم فيديو على كيف تنظر إلى مستوى الزيت المحرك ومستوى الهيدروليك، كل رافعة أين تجدها. من الأحسن أنك تنظر إلى الدليل الذي أصيب بها الجميع. أريكم اليوم أين تنظرون إلى مستوى الزيت علبة السرعة. أو مستوى علبة السرعة، بسم الله. يجب أن تكون الرافعة مستيقظة كي تستطيع أن يجب أن يكون المحرك مشتغل، وتكون السرعة دورة المحرك على الأقل 1300 درجة. هناك ثاني مستوى الزيت